اقروا كده ها choose the correct ايه answer. answer. هنا بقول لي the number the ايه the number is not، هو قال لي divisible ولا not. اه قال divisible. لي ايه بقى، شوفوا ايه، هل في فرق بين divisible و not divisible؟ divisible يعني يقبل القسمة، لكن هنا ممكن يلخبطك في الامتحان يقول لك is not divisible by كام. اه فين الرقم؟ اولا هندي فيها زيرو، اعتبر الزيرو ده مش موجود، الزيرو ده مش ايه ها مؤقتا، فاهمين ازاي؟ طيب هل السيرت 6 ديفايزابل 6؟ يعني في حاجه في 6 تديني اه باي ايه، يبقى 6 يبقى دي ايه مالها، ما تنفعش. غلط ليه؟ غلط رونج ليه؟ لان هو بيقول لي نوت، لان هتنفع ديفايزابل. ال 49 في حاجه في جدول في التيبل بتاع ال 6 تديني 49؟ جربوا اهي، لا دوروا كده مش على، يبقى احتمال دي صح، ننتظر شويه. طيب هنا 18 ينفع ديفايد 6 اللي هي ايه 3، يبقى دي ما تنفعش خلاص رونج. طيب ال 4 وال 2 وال 6 42 6، هل ال 42 تنفع على 6؟ 6 باي ايه باي كام؟ باي 7. 6 باي 7 42. طب و 6 باي 6 ديفايد 6 ها تنفع 6 ديفايد 6؟ اه فيها ال 1 دي فيها ال 7 وهنا فيها الايه ال 1، يبقى دي كمان ما تنفعش. يبقى الوحيده نوت ديفايزابل اللي هي ايه، فهمتوها ولا لسه؟ طب الشاطر بقى بيقول لي 3 كيلو متر، هو عايز يحولها الى ايه؟ اه لا بس ركزوا بقى معايا شويه في دي، 3 كيلو 3 كيلو ايه متر، عايز يحولها الى ايه؟ يبقى نعمل بلتبلاي كام؟ الكيلومتر لمتر، يبقى لا 1000. برافو عليكم 1000. طب اسال سؤال، يبقى المفروض الاجابه هنا ايه بقى؟ اللي هي دي. طب افرض قال لي بقى مش 3 كيلومتر، 3 كيلومتر باور 2 السكوير يعني، وهنا برضو باور 2، لو يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟ مالتبلاي كام؟ حد فاكر؟ ها مليون، يعني نروح كده كام زيرو المليون؟ 2 3 1 2 3، يبقى الإجابة هي إيه ديت. بس عايز أفكركم بحاجة، بص معايا، حاضر هبص معايا، لو هو جايب لي هنا كيلو إيه، كيلو إيه دي كيلو متر، يحولها إلى إيه؟ بنعمل ملتبلاي كام؟ 1000. أما لو جاب لي كيلو متر سكوير أو كيلو متر اللي هي باور 2 اللي هي أس 2 يعني ها، يبقى نعمل ملتبلاي كام؟ مليون. هنا بقى أنا حليتها لكم بالطريقتين، لو جاب لك كيلو متر بس ومتر يبقى باي كام؟ باي 1000. لو قال لي كيلو متر سكوير وإم سكوير يبقى نضرب باي كام؟ هنا يبقى باي كام؟ باي مليون. فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ المسألة أهي بقى، ممكن تلاقوها في الامتحان وممكن لأ، حسب. بقول لي هنا إيه؟ in the opposite figure، في شكل قدامك اهو، find the area of the shaded part. يعني ايه shaded part يا جماعه؟ حد فاهم shaded part؟ اللي هو الايه، الجزء المظلل ده، شايفين الجزء المظلل ده؟ طب الاولين ده عباره عن ايه؟ دي 4 بصوا كده ودي ايه 6، يبقى ريكتانجل ولا تريانجل؟ اللي كبير، الكبير الكبير ده ايه؟ اه لانه مختلف. طب نجيب الاريا الاول بتاعت الايه الريكتانجل، الاريا بتساوي ايه؟ حد عارف؟ ها الاريا بتاعت الكبير، الاريا الريكتانجل الكبير بتساوي ايه؟ لينس باي ويدز، يعني بتساوي كام؟ 4 باي ها هتساوي ايه؟ قولوا ها 4 باي لا باي 6 اللي هي دي 4 اهو، 4 باي كام؟ تديني كام ديت 4 باي 6؟ هتديني كام قلته؟ 20 20 4. برافو. ده الايه الريكتانجل البيجر الكبير. طب هناخد الصغير دي كام دي؟ دي 3 كام ودي كام؟ قال لا 3 و3 يبقى ده ريكتانجل ولا تريانجل ولا سكوير؟ لا ده سكوير، يبقى السكوير الاريا بتاعته بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ الاريا بقى بتاعت السكوير الصغير بتساوي ال باي ال، بتساوي كام؟ 3 باي 3 بتساوي كام؟ 9. بس هو مش عايز لا الكبير ولا الصغير، هو عايز الايه؟ عايز الشادد اريا، المنطقه دي نعمل ايه؟ نقول الاريا بتاعت بتاعت الريكتانجل فروم الاريا، يعني هنقول ايه بقى؟ حد يقول لي كده اهو،
الاريا الاولى اللي هي كام؟ 24 ماينس 9 تطلع بكام؟ ايوه 15. حد فهم؟ جبنا الاريا بتاعت الريكتانجل وجبنا الاريا بتاعت السكوير وعملنا ماينس بينهم. سهله ولا صعب؟ اياك بقى تيجي في الامتحان ما تعرفوش تحلوها، هروح اللجنه اضربكم هناك. تضحك. طب الاريا اوف ريكتانجل اهي، لسه واخدين حاجه زيها. بقول لي في اريا بس دي اداني هنا ايه؟ ريكتانجل هوز دايمنشن ار 6 و 3. هو الاريا بتاعت الريكتانجل يا حد فاكر؟ الاريا اريا اوف، انا برسم ريكتانجل يعني اهو، ايكوال ايه في حد؟ ال باي دبليو اللي هو اللينس باي ويدز، يعني ايكوال كام؟ 3 باي كام؟ 6 اس باي ايه؟ 6 باي 3. حافظين جدول الضرب؟ ناس مش حافظ. ها كام يا مريم؟ 18. واحد بيقول لي 20 ينفع؟ شاطرين شاطرين. مين بقى الشاطر يحل لي المساله دي؟ انا. ذا تو دياجونال اوف ذا ريكتانجل. حد عارف الاول شكل ايه؟ بصوا كده، ادي الريكتانجل اهو، ده ريكتانجل معلش جه على الكلام، اي بي سي دي. الدياجونال اللي هو اللون الاخضر والايه ده الجرين دوت والايه والبلو ده، ده ايه بقى اسمه ايه؟ دياجونال. هل بقى الدياجونال بريبنديكولار متعامدين؟ لا. ولا بيسكت متقاطعين؟ هم بيسكت هم متقاطعين. ولا نوت ايكوال ان لينس؟ هم ايكوال ان لينس وبيسك. يبقى المفروض الاجابه ايه في الحاله دي؟ حد عارف؟ يبقى بيسك ابيسك ايتش اي اذر، لان هم نوت ايكوال. لا هم ايكوال. طب هم بريبنديكولار؟ طب بريبنديكولار بيكون في شكل ايه؟ مين الشكل اللي فيه بريبنديكولار؟ لا مش السكوير، لا اقرا را رومبا. ايوه رومبا، رومبا سفندي عارفينه؟ رومبا سفندي راح يرقص عارفينه ولا لا؟ هو ده اللي بيبقى بري بنديكولار. يا سلام بقى على المساله الجميله دي. انا ان ذا تريانجل، في عندي تريانجل اي بي سي، الميجر ايه؟ انا هوضحها لكم. بصوا ايه رايك لو عملنا كده؟ ادي تريانجل اي بي سي. طبعا في الامتحان واحد فيكم بيقول ارسم يا مستر. لا مش محتاجه، بس انا عشان افهمك. ادي اي بي سي، قال لي الميجر اي 70، ادي الاي كام؟ ايه رايكم فيها؟ طيب والبي كام؟ 60. طيب بقول لي زين اي بي سي از اي تريانجل، هو الاي بي سي ده اكيوت؟ لا يبقى هنجيب دولت نعملهم بلس استنى، هل دوت كده له اكيوت انجل ولا رايت انجل ولا اوبتيوس؟ انا ما اعرفش. مش ما ينفعش، لا لازم اجيب الزاويه دي الاول عشان، لا لازم اجيب الزاويه. نجيبها ازاي؟ ايوه هنعمل دولت بلس. بصوا ايه رايكم؟ هو التريانجل انتيرير بتاعته كام درجه؟ كام كام هنا زاويه؟ الزاويه الانتيرير يعني الداخليه. في سؤال بيجي يقول لك انتيرير انجلز اوف التريانجل كام؟ 108. هنعمل ايه؟ ال 70 بلس كام؟ 70 بلس 60 نعمل نو ماينس ايه؟ 108. يبقى ايكوال كام؟ ثاني ايكوال كام؟ 108 ماينس 130 يبقى ايكوال كام؟ يبقى الزاويه دي كام؟ هل فيهم زاويه رايت انجل؟ لا. طب في زاويه جريتر ذان رايت انجل؟ عارفين رايت انجل يعني ايه؟ اللي هي 90. هل في يبقى ده يكون ايه بقى؟ يعني اكيوت، حاد الزاويه، يعني كل الزوايا ليس زان رايت انجل او ليس زان ايه 90. هو حد يقول لي مش فاهم. هم مش فاهمين عشان قالوا اوبتيز. لا ما هو ما ينفعش تقول اكيوت. اسمعني، طب اسمع يا سيف، ما ينفعش تقول اكيوت ولا اوبتيوس ولا رايت الا لما تجيب الزاويه الايه؟ الثالثه. في ايوه فهمنا ولا لا؟ حد فاهم؟